بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. خمس امتحانات جديدة للصف الثالث الإعدادي بالمواصفات الجديدة من ملحق كتاب المعاصر، المراجعة النهائية اللي هي مكتوب عليها Final Revision اللي انتوا شايفينها قدامكم في الصورة، هي دي منزلة امتحانات تالتة اعدادي بالمواصفات الجديدة. فلو انت جبتوها تابعوا معانا، ولو ما جبتوهاش حاولوا تركزوا في الامتحانات عشان انتوا مش محتاجينها، انتوا محتاجين بس تتعرفوا على المواصفات الجديدة اللي اتغيرت السنة دي. المحادثة كالعادة هي اول سؤال وعليها اربع درجات، وبيقول لي عادل تلز ايمن about his visit to أسوان، يبقى الكلام عن ايه؟ عن زيارة الى أسوان. الكلام عن زيارة الى أسوان، طبعا الزيارة دي تمت خلاص، تمام؟ يعني الزيارة مش لسه هتحصل، لا الزيارة تمت والراجل راح وخلص وجه، تمام؟ فبيقول له بقى، فايمن بيقول له I know that you were in أسوان، انا عرفت انك في أسوان يا حاج. قال له that is true، that is true يعني كلامك صح، ايوه فعلا انا كنت فين؟ في أسوان، تمام؟ وراح قال له حاجة، قال له you mean it was enjoyable، انت تعني انه كان ممتع. فهنا هيعقب بايه؟ باجابه كلامك صح، I had a good time، انا قضيت وقت ايه؟ ممتع. او ممكن يقول له ايه لو دي صعبه شويه، it was good visit، دي كانت زياره ممتازه، تمام؟ ايه ده هفه هفه، مين دي؟ نكتب انجليش، it was a good visit، لقد كانت زيارة جميلة. فالمهم قال له ايه؟ قال له انت قصدك ان هي كانت ممتعة يعني؟ قال له اه كانت ممتعة. المهم وراح سأله ايه؟ سؤال، رد وقال له I went by train، by train يعني ان هو راح بالقطار. واحنا قلنا لما يسألك عن وسيلة المواصلات في أداة استفهام خاصة مجرد ما بتشوف وسيلة المواصلات بتستخدمها، اللي هي how، اللي هي معناها كيف، وجبت بعدها did لان الكلام في الماضي. How did you go there، ازاي انت رحت هناك، تمام؟ رد وقال له How long did you stay there، How long كم المدة بقى، كم المدة طب اللي قضيتها هناك. طبعا اي مدة تنفع، هو هنا مش محدد حاجة معينة، كم المدة بس ما تقوليش سنة، يعني معروفة الرحلة مش تستمر اكتر من اسبوع مثلا. فممكن تقول لي ايه؟ I stayed a week، قعدت week، two weeks، اسبوعين، تمام؟ كله ينفع. المهم سأله سؤال، قال له زرت ايه؟ متحف نويبع، ويبقى هيقول له what did you visit there، ايه اللي انت زرته هناك، لان دي اشياء، what did you visit، ما الذي زرته. يبقى السؤال الاول ما فيهوش اي اختلافات. السؤال الثاني you invite، التركيز بقى على كلمة invite. invite يعني تدعو، انت بتدعي الكازن بتاعك ان هو يروح الزو. فطبعا I'd like to invite you to go to the zoo، بدعوك انك تروح للايه؟ للجيزة زو. وممكن احول you دي الاي واقول له I invite you، انا بدعوك على طول انك نروح فين؟ الزو. طيب انت بتخبر صاحبك انك انت عندك بروبلم. احنا قلنا لما بنشوف بروبلم دي اللي هي مشكلة بنجيب قبلها have، يعني هي have موجودة، يبقى انت هتيجي على I دي لان اول الجملة بيقول لي ايه؟ you tell، ودي مهمة قوي. you tell يعني انت تخبر، انت تخبر، يبقى انت بتقول لحد على المشكلة اللي عندك دي. يبقى انت هتقول ايه؟ هتيجي عند you دي التانية دي وتخليها I وتقول له I have a problem with the meaning of some English words، بس كده، تمام؟ طيب هنا بقى بيقول لي you express، كلمة express هي المهمة في الموضوع، تعبر عن، انت بتعبر عن feelings، الكلام كله على feelings دي، شعورك، شعورك لما نجحت في الامتحان. طبعا I felt happy او I feel happy، اشعر بالسعادة. يبقى السؤال الثاني ثلاث مواقف بثلاث درجات، برضو ما فيهوش اي اختلافات. سؤال القطع I used to go to a certain place، انا اتعودت ان انا اروح مكان معين. For our summer holiday، في اجازة الصيف، والاسرة بتاعتنا دايما بتاخد الاتوبيس لهناك. Which took about بياخد حوالي ساعتين عشان يوصل هناك، وفي بقى ايه فنادق كتيرة وكثيرا من المطاعم المختلفة والكافيهات والمحلات اللي هي ممكن تحتاجها هناك. هنا بقى اول سؤال بيقول لي how many people، كم عدد الاشخاص اللي هم موجودين في الفاميلي. طبعا لو عدينا هنلاقيناهم 5، 5.
لأن هو وأبوه وأمه وإخواته أدي أهو فازر ومازر موجودين أهم أدي اتنين وتو براذرز كده أربعة وهو يبقى الإيه الخامس. طيب وات تايم لا وات ميد ذا رايتر، ايه اللي خلى الراجل اللي كاتب الموضوع ده يغير المكان بتاع الاجازه؟ لانه شاف اعلان عن احد الاماكن اللي هيقضي فيها الاجازه بتاعته، تمام؟ يبقى هو تشينج غير المكان علشان الاعلان اللي ايه اللي شافه هو بيقرا الجورنال اهو. قال ايه؟ قال I saw أنا رأيت advertisement إعلان عن another place مكان تاني to spend a summer holiday أقضي فيه أجازة إيه؟ الصيف. طيب هنا بقى بيكلمني عن choose the correct answer from A, B or C. فبيقول لي أول واحدة زي the underline كلمة returned معناها ايه؟ هي معناها يرجع، يبقى هما الجماعة دول went back يعني رجعوا، يبقى هما الاتنين معناهم يرجع، تمام؟ العنوان المناسب للقطعة تعلم من الأخطاء ولا إعلانات الصيف ولا السفر ولا asking for information. طبعا التعلم من الأخطاء عشان الراجل ايه أخطأ وعرف ان غلطته. القصة فارمر جراي هنوصلها بي علشان هو ادى الاحصنة طعام صحي وكان بيكلمهم كويس. بلاك بيوتي هنوصلها بدي علشان هو انقذ سكوير جوردن عند الكوبري. طيب جينجر هنوصلها بالاولى قعدت تكح بقى لما ايه في الاستابل في الحريق. سمايز ده الراجل الجديد بقى اللي هو ايه اللي هو عاش في الايرل شال بارك وهو وزوجته وولاده. Do you think هل تعتقد بقى ان ال 14 اللي هو الواد اللي عنده 14 سنة ال 14 صغير او ان هو يتعلم الوظيفة ولماذا؟ هنقول له نو ليه؟ because John learned himself to do different لان جو learned نقول له at the same age لان اصلا جون مالي learned اتعلم الحاجات دي at the same age في نفس العمر ويبقى اسهل شوية يعني، تمام؟ at the same age في نفس العمر. طب هل تعتقد ان الاحصنة حبت بيرتوك بارك؟ ايوة لانه lovely place مكان كويس and comfortable مريح. deaf people الناس الدف مين هم الدف دول؟ الاصم. هو ده السؤال اللي اتغير في الامتحان ان هو جاء على الكلمات بس وليس على الجرامر والكلمات زي ما كان الاول. يبقى الناس الأصم دول اللي هم الدف مالهم بقى؟ بيقول لي كان نقط وز سايل لانجوج يقدروا يعملوا ايه بلغة الإشارة؟ طبعا يقدروا ان هم يتواصلوا مع بعضهم، تمام؟ بلغة الايه الإشارة. يبقى هناخد كوميونيكيت اللي هي يتواصل. الرياضيين يتحكموا في ايه يا ترى؟ في البالانس. برانس اللي هو التوازن بتاعهم، هي يعني المفروض كانت تيجي كلمة muscles اللي هي عضلات سو هو ما جابهاش. الانسان الالي ممكن يساعد ان هو يعمل ايه للاطفال ويخليهم سعداء؟ طبعا entertain يعني يسلي. بعدين it is not too hot on the beach، الجو مش حر قوي على الشاطئ عشان كان في breeze يعني نسيم، كان في نسيم ورياح خفيفة. التيتشر طلب من احمد ان هو نقط ذا بوكس على الكلاس، طبعا هاند اوت دي يوزع الحاجات على ايه على الكلاس. يو نيد اكذا عشان تروح بلد تاني عشان تزور اي بلد اخر انت محتاج الباسبورت اللي هو جواز الايه جواز السفر. هنا بقى ووشنج عاوزني ابدا بيها الجمله عشان جابها لي بحرف كابيتال. هاجي عند ووش دي كده وابدا بيها وازود لها اي ان جي واقول washing your hands before eating واجي جايب من از بقى الغي ات دي وجايب از يبقى washing your hands before eating as important، تمام؟ طيب هنا بقى عايز ايه؟ you couldn't stand on one leg. طبعا هنلغي couldn't دي ونحط بدلا منها wasn't able to، يعني هي couldn't اهي تتشال زي ما هي ويجي بدلها التلات اجزاء دول was not able to عشان هي منفية يبقى لازم نخلي ايه was دي wasn't able to، تمام؟ طيب هنا بقى she bought me a new watch اشتريت لي ساعة جديدة. طبعا
هو عايز فور طبعا، شي تنزل وبوت تنزل زي ما هي، وبدل بقى نيو واتش ومي في الاخر، يبقى نيو واتش فور مي، فور مي. تمام، ده كان الامتحان الاول. لو انتوا عايزين نكمل اكتبوا لنا في التعليقات نكمل لكم باقي الامتحانات ال15 كمان على المنهج كله بالطريقه الجديده. توفيق للجميع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.